operational context of the system. Okay, then being an operational, they show what lies outside the system boundary. Command what outside the system boundary. Social and organization concern may affect the decision where to position system boundary. أحيانا الباوندري حق السيستم بيأثر عليه دائما العادات والقادة الشعر وال... في بعض السيستم يقول لك لا ما ينفعش لأن عندنا المرة مثلا ما تسوقش السيارة لذلك إذا ما بتعملش حساب السيارة خالص. Okay, so the boundary of the system could be limited or constrained or effect based on social and organization. Architectural model show the system and its relationship with other system. الكونتكست موديل كمان له علاقه كبيره جدا بالاركتشر اوف ذا موديل. هذا خلوه في بالكم اللي هو الاركتشر اللي بناخذها بعدين. الاركتشر اوف ذا سيستم. وي ويل تيك ات بعد المحاضره. So system boundary are established to define what is inside and what is outside the system. اذا الباوندري ده بدون خيارات عباره عن ايه؟ What inside the system, هذا boundary in the system. هذه الأشياء اللي هنا إيش بنقول عليها؟ N. هذه عبارة عن K. This is the boundary of the system. N and R. They show other systems that are used or depend on the system being the flow. The position of the system boundary has a profound effect on the system requirement. طبعا الباوندريز هي عبارة عن حدود. لو تجاوز ده بيزيد الـ requirement. اوكي لذلك دائما اقول لكم الباوندري هي عباره عن الليميتيشن اور فور ذا سكوب. ديفاينينج ا سيستم باوندري از ا بوليتيكال جادجمنت. احيانا حدودك كسيستم تعتبر بوليتيكال سياسيه. They may be pressure to develop system boundary that decrease the influence of workload of different part of an organization. تخيل احيانا الباوندريز يقول لك ها نشيل شغلي وحدات الماليه هذه تكون مرتبطه بوحدات القوة والتسليم وتخلي اللود في جهة واحدة. إذا الباوندريز أحيانا هو بالكونفليكت اللي may be affected the organization at all. Okay. Limitation أحيانا في الباوندري ولا أحيانا يدخلك في صلاحيات جهة أخرى. كلية الهندسة هي المسؤول إداريا على مركز الدراسة العليا. إذا عمل لي بروتيكال أيشو. أوكي الباوندريز هي عبارة عن overlapping of the system. This is the context of MHCBM. هذا عبارة عن كونتكست دايجرام للسيستم شفتوا اللي قلنا عن المنتل هيلث كير. المنتل هيلث كير هو مثال حق السيستم. تعالوا شوفوا ايش داخله. عبارة عن سيستم اوف ذا بيشنت ريكورد سيستم. صح. داتا بيس حق المريض. Then management reporting system. في معانا ريبورتنج حق كل حاجة التفاصيل. الريبورتنج عامل له سيستم مستقل. بحيث يعطيهم ريبورت فور ديفرنت HC statistics system, okay? Hospital care statistics, كم عدد الزيارات, كم عدد الدكاترة, كم عدد الزيارات, المرضى السرطان في خلال الشهر هذا, هذه عبارة عن statistics, في عندك management module. Appointment system, جزء من الابوينتمنت اللي يعمل لك حجز, يستخدمه المرضى اللي يعمل لك حجز, نظام إدارة المواعيد مع الأطباء مع المستشفى. Appointment system. Prescription system, which is فارماتيكال ايش الاشياء اللي جبتها للمريض التفاصيل هذه كلها اللي جابها الدكتور للمريض ادميشن سيستم اللي هو القبول او الرجوع الادميشن اذا هذا عباره عن الكونتكست دايجرام للام منتل هيلث كير اذا اي سيستم بتعمله this is yeah just a context توضح الرؤيه من بعيد ايش السيستم هذا وايش يحتوي زي ما عملت لكم المثال ستارت حق القامه alright اذا انت تعمل الكونتكست اللي هي الاشياء الرئيسيه. الان انت قدامكم الباوندري واضحه خلاص وضح ايش الشيء هذا. تقدر تعمل لي تقول لي في مختبرات داخله. لا خلاص الباوندري ثابت ما فيش معك اي لابوراتوري ريزلت ولا شيء. So each one is separate. ركز انه كل كلمه تختار في عنايه في الكونتكس. ركز على المعلومه. كل كلمه تختار بعنايه كبيره جدا فائقه. Admission system. اخترت بعنايه. اوكي ليش انها تعني هذا الباوندري في الادميشن فين حدود اوكي there were no collapse no interchange process of practice or process perspectives
It will be the context model simply show the system or the other system in the environment, not how system being developed is used in that environment. بعض الأحيان في بيئات بتحتاج إنك تبين إنه السيستم هذا يشتغل مع بيئات مختلفة. Okay? زي الـ weather station عبارة عن different environment. Alright? Sensors distributed among the country. عبارة عن شبكة من السنسرات. كل واحد يشتغل في different environment. Process model reveal how the system being developed is used in broader business process. And UML activity diagram may be used to define business process model. Okay? This is to represent activity diagram is the best choice to make an representation for the context model. Interaction module. Modeling user interaction is important and it's helped to identify user requirement. Modeling system to system interaction highlights the communication problem that may be arise during the design. Modeling component interaction helps us to understand a proposed system structure is likely to deliver the required system performance and dependability. أحيانا الانتراكشن بين كل الكومبوننت يخليك تعرف انه مستقل اجراءاته والبرفورمانس حقه افضل. اوكي؟ يوز كيس دايجرام اند سيكونس دايجرام may be used for interaction system. Alright. This is as a review of the problem. All things we already talked about. Use case modeling is developing originally to support requirement decision and now incorporated into the UML. البداية طبعا تم تصميمها as a decision. الآن قد هي بداخل UML. Each use case represents a discrete task at line that involves external interaction with the system. إذا كل اللي حبشته الوجين عملناها لوحدها. Payment عملناها لوحدها. بعدين التفاصيل يوريك الثلاثة. After in a use case, maybe people or partner system. الشرط أحيانا أنه يكون بس people. Maybe another system. It will be interactive system. Represented diagrammatically to provide an overview of the use case and more detailed textual form. بعدين قلنا الـ use case إيش بيتحول؟ إلى text. بصنع طلبوها من هناك بيكون use case name, search مثلا اسمها, use case description, بتحول بعدين إلى textual form. فنوريكم how you will make it. Transfer data is an example of use case. A use case in the mental health care, medical reception, transfer data to the patient record system. This is an example how the use case could be implemented in two states. مش هذا الـ medical reception, مش هذا موضوع الاستقبال. لما تجي عندك حاجز أو شيء, شيء يقوم بعمل إدخال الداتا حقك. الآن فين؟ للـ patient record system, داخل قاعدة البيانات. بالتالي العملية يسمى transfer data. This is an tabular description for the transfer of the use case. Come on. سميناها إشي transfer data. اسم use case ده ما قدرته transfer data. من الأكثر medical reception or patient record system. إذا من اللاعبين الرئيسيين أو الممثلين خلفنا هذا. A description. A reception may transfer data from the MHC to a general patient record database that is maintained by a health authority. The information transfer may either be updated personal information, address, phone number, or a summary of the patient diagnostic and treatment. So then have the data in the MLA. Then I'm going to description. هذا حيانا نطلقها بكثرة عن المهم. Okay. يعني يقول لك hotel management system ويقول لك التفاصيل بعدين أقول لك at least two, three use case description textual for me. بتدخل في التفاصيل هذه تقول معنا أكثر معنا التفاصيل. الداتا اللي بتدخل patient personal information and treatment summary. Templates, which is user command issued by medical reception. من المحفز؟ من اللي فعل؟ A response confirmation that PRS has been updated. شو بيحصل؟ من اللي يعمله أول شيء user command يعني بيدخل داتا بيعمل insert. من اللي بيجيب لك الريسبونس بيطلع لك رسالة عن تم إدخال الداتا من يعني or something like that. Confirmation that PRS اللي هو عبارة عن إيش؟ patient record system. Has been updated. Comment, the reception must have appropriate security permission to access the patient information in the PRS. In another tabular description for a simple use case diagram. Use case involves the role of medical reception. هذا كمان مثال على medical reception. ايش قادر يعمل؟ يعمل ريجستر بيشن.
ويقدر كمان الريستريشن تمسكه، يقدر يعمل فيو بيشن انفورميشن ترانسفير داتا الكونتكست او الكونتكست او بيشن، يقدر كمان يعمل عمليه كونتاكت سيكونس دايجرام. تمام، sequence diagram are a part of the UML and are used to model the interaction between the actor and object within a system. إذن هو قادر على عملية إيش؟ interaction between the actor and the object within the system. A sequence diagram shows the sequence of interaction that take place during a particular use case or use case instance. إذن دائماً هو يشتغل من داخل use case. Okay? The object and actor involved are listed along the top of the diagram with a dotted line draw vertically from this. Then في معانا actor involved in a list. بتشوفوا الآن كم مثال. Interaction between object are indicated by annotated probe. إذا عملية الindication بتبان as a. This is an example of sequence diagram. Okay. ركزوا فوق. إيش في معانا فوق؟ الأكثر أول واحد. تمام. اللي هو الميديكال ريسبشن. بعدين بيجي عبارة عن الأوبجكت. الأوبجكت دائما هي بعمود. أول واحد البيشنت انفورميشن شوفوا عبارة عن أوبجكت. الإم إتش بي داتا بيز بيشنت. الأوثرايزيشن عبارة عن أوبجكت. So now this is the process of view patient information. So how we will be able to see the patient information? He must request view information. انت تفتح تقول له شيء فيه انفورميشن حق هذا المريض. ايش بيحصل؟ اوكي؟ ريبورت انفورميشن بي اي دي اند يو اي دي. اذا بيحاول يعرف ريبورت، اذا الريكوست ايش بيتحول؟ اذا طلب من السيستم انك تعرف الانفورميشن البيشنت اي دي يوزر اي دي. اذا بيروح له ايش؟ تو باراميتر. وطالب ريبورت حق البي اي دي وحق اليوزر اي دي. اليوزر اي دي بيستخدمه لايش؟ لوج ايميل. لتسجيل من اللي طلب الانفورميشن. طبعا اي سيستم بيحتوي على حاجه اسمها ايش؟ لوج ايفنت. كلهم مش سامع فيها؟ ريكورد ايفنت. مهم انك تسجل كل حدث بالسيستم اي كبيره وصغيره. مش معقول واحد يقوم بمسح معلومات لمريض وانت تكون ساكت ولكن الموضوع اهمك وانت دائما اللي مسح، معناته السيستم هذا حقك او خلوه بالبيت، ما مش داعي تاخذه معك. البيشنت انفورميشن او ريكورد ايفنت ات از ان هايدنج سيستم مخفي. اي عمليه يقوم فيها اي يوزر يقوم في عمليه ايش؟ انسبكشن. اورايت، علشان ان حصل احيانا اختراق برغم السكيورتي اللي انت عامله على الاقل بعرف منه. احيانا مش شرط السكيورتي انك تمنع الاذر اكسس، احيانا تمنع نفس الشخص من التلاعب من الفساد. يعني انت الان عامل لي واحد مدير مالي ويدخل بصلاحية مدير مالي وقام يصرف شيء. ايش اللي يمنع منه يصرف شيء؟ ولا لنفترض واحد الان طبع سند وهذه حصلت تحقيق في احد الجامعه. تم فيها عمليه تحقيق. كان يطبع اسناد يقول الطالب يدفع له فلوس، يدفع له 1000 دولار مثلا. يطبع له سند ب 1000 دولار للطالب. اوكي؟ ويسجلها في النظام 500 دولار. وما فيش في اي رقابه، 500 دولار هذه يخليها على جنب والسند اللي مع الطالب مع الطالب. بعد ما هرب المدير المالي كان يقول الطلاب واسنادهم مختلفه والنظام شيء مختلف. او احيانا بعضهم لا يسجلها 1000 لكن يعمل حساب انه بيشيل منها 500 يخرج ال 500 دولار بعد ثلاث اربع ايام يعمل عمليه ابديتنج للمعلومات من محل تدرك علشان ما حد يركز. وبالتالي يقول لك دخلت 1000 وانا اخليتها 1000. اوكي، ففي تفاصيل كثيرة. إذا أنت ما استخدمت الريكورد إيفنت معناته يو آر نوت جود بروجرامر. فاليو أي دي هي عبارة عن اليوزر ايدنتيفيكيشن ريكوست. هو من اللي طلب هذا الفيو؟ لازم تعرف منه، لأنه كمان الميديكال ريسبت أو الميديكال ريسبشن ما هو شخص واحد. الميديكال ريسبشن هو ستاف كامل، كل واحد معه يوزر نيم وباسورد ويقوم بنفس العمل. في واحد نام الصباح، في واحد بالليل، في واحد آخر الليل. So different people, each one have its own username and password. So it is not about personal. لما نقول medical receptions ما نعنيش هذا انه شخص واحد. لا، احنا نعني انه هذا اليوزر. وبعدين بيكون كل واحد معاه مجموعة يوزر. لما نقول manager مش manager واحد، في أكثر من manager. So you will see over there that
The second bus is going to the database to get the information and from the patient information and the ID with the UID. The first thing, the authorization process will be run. The process, if it is authorized, it will be getting the report. If not, will not. And then the sequence diagram, وعباره عن e-beam, يمر على an object of system, okay, in several steps. لتوضيح عملية الانفورميشن. من الاثريشن معاكم هذا الكسيو. الاثريشن اللي لك الان من الداتابيز. يا البيشن انفورميشن بترجع له في حالة كان الاثريشن اوكي. يا بيعمل لك اوثنتيكيشن فلو ايرور نو اكسس. If you couldn't access. اذا هذا بس a simple example about sequence diagram. This is a sequence diagram for transferring data with some very details. Okay, and you can read it at home. It's easy to understand what are the steps. Structure model, اتكلمنا عن structure model, which is a software display the organization of the system in terms of the component that make up that system and their relationship. Then هم مبنيين ايش السيستم؟ What is the relationship? Structure model may be static model, may be also which show the structure of the system, and dynamic model which show the organization of the system when it is executed. So we have to type either static or dynamic. You create a structure model of the system when you are discussing and design the system architecture. في المحاضرة اللي جاي بنتكلم على structure. الكلاس diagram قلنا هو عبارة عن ايش؟ UML diagram which we use to be represented the structure of the system. The class diagram are used when developing an object or a system to show the class and the system and the association between these classes. منهم الأكثر تحولوا object. في معلومة مهمة اشتيكم تتذكروها دائما براسكم. دائما في أي سيناريو. Okay. You have to remember these two things. Verbs and nouns. فأنا كم أفعال داخل السيناريو لك في السيناريو حتى أذكر لكم سيناريو الشركة اشتغل النظام أوكي أثناء ما تمشي أي فيرب عمل تحت علامة استفهام أو خطين وأي اسم عمل تحته خطين بداخل النظام مش نامز فيرب I mean the verb مثلا هو يقول لك Hotel booking system is a new system that offer to you or that make a customer, allow customer to make a booking, to make a searching for the suite or the room in any state. So search, but I'm going to put it in the The verbs and nouns can be used to deliver the use case and the class diagram. Verbs, let's imagine, let's figure the use case. هذه بناء على معلومة أصلاً إكسبرت يعني قبل لهم تختار البيرس وبعدين ترجع تشوف البيرس المناسبة على شو تكون يوز كيس لأنها تكون عملية بداخل السيستم تشوف الناو تعتبره عبارة عن كلاس أو أوبجكت اتفقنا هذه معلومة مهمة خلوها دائما في بالكم أثناء السيناريو ريبريزنتيشن An association is a link between classes that indicate that there is some relationship between these classes. When you are developing a model during the early stage of the software engineering process, object represents something in the real world, such as patient, description, doctor, etc. Class diagram, I have learned about generalization, aggregation, Kevin class, Evan class, and then I have to do it. I have to do it. Java. الجابة تأخذها خطوة بالخطوة الجابة تأخذها as an object هذا الكلاس هو عبارة عن object oriented programming which have a different relationship with the mother this is an example of UML classes and association هذا المريض وهذا patient record one to one each patient has his own record okay there is multi relation I don't know if I gave you yes this is a class association in MHC هذا المريض مع الكونسلتنت صح عدة مرضات في يروح نفس الكونسلتنت This is another one patient with condition ممكن يجي لك عدة مرضات عدد الحالات مختلفة okay attendance consultant all of this one is a class and association relation in mental health care This is the consultant class
طبعا كلاس لونين، النيم هذا الرئيسي حقه، وبعدين له عبارة عن ايش؟